تمت الصفقة بشكل شبه رسمي للاعب علي جاسم مع نادي كومو الإيطالي. وأيضا عندنا رسميا لاعب منتخبنا الوطني علي الحمادي يفتتح موسمه مع نادي إبسويتش تاون بمواجهة نادي ليفربول في البريمير ليج الموسم المقبل. وعندنا هواي أخبار مهمة اليوم يا شباب. السلام عليكم حبايب قلبي، أنا رضا حبيب، حياكم الله. ونبدأ بخبر اللاعب علي الحمادي، نزل الجدول بشكل رسمي للبريمير ليج الموسم القادم. رسميا يا شباب، لاعب منتخبنا الوطني علي الحمادي يفتتح موسمه مع نادي إبسويتش تاون بمواجهة نادي ليفربول في البريمير ليج الموسم المقبل. لو مو بس ليفربول يا شباب، جبت لكم أول أربع مباريات لإبسويتش تاون في البريمير ليج. طبعا المباريات يا شباب نار، بداية قوية تنتظر الدولي العراقي علي الحمادي في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه ليفربول ومانشستر سيتي في الجولتين الأولى. تموا بشكل رسمي يا شباب مثل ما تشوفون جدول الدوري الإنجليزي، وصادف أول مباراة للاعب علي الحمادي أمام نادي ليفربول، وبقية المباريات مثل ما تشوفون قدامكم. علاوينا طبعا هاي الايام راح يبلش يستعد للاستشفاء من الاصابة، وعده معسكر مع نادي إبسويتش تاون راح يدخل وياهم بالمعسكر. طبعا المعسكر مطول شوية تحضيرا للموسم المقبل بالدوري الانجليزي الممتاز. طبعا بالتوفيق لاعبنا علي الحماد، ويا رب موسم مليء بالانجازات. وايضا يا شباب عندنا خبر جدا مهم بخصوص صفقة علي جاسم مع نادي كومو الايطالي. طبعا منقول الكلام من الاعلام حسين البهادي لاعلام قناة العراقية الرياضية. طبعا إدارة نادي الكهرباء قالت لنادي كومو الإيطالي نعم، والصفقة تمت بصورة شبه رسمية وتمت الاتفاقات بالكامل. يعني نقدر نقول علي جاسم سيحضر نفسه للسفر إلى إيطاليا لنادي كومو بشكل رسمي، وسيأخذ تأشيرة الدخول لإيطاليا وسيوقع العقد رسميا. طبعا اللاعب سوف يسافر إلى كومو لإجراء الفحص الطبي، وبعدها العودة إلى العراق لإكمال الموسم مع القوة الجوية، وبعدها الذهاب مع بعثة المنتخب الأولمبي المشارك بالأولمبياد، حيث سمح النادي الإيطالي للاعب المشاركة بالأولمبياد، وكان أول شرط للاعب علي جاسم، وهو السماح له باللعب للمنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس، وتم الاتفاق بشكل رسمي. طبعا كل الأمور انتهت يا شباب، والعقد سيكون لمدة 4 سنوات، والعقد عالي جدا للاعب ويلبي طموح اللاعب عكس ما انتشر بالسوشيال ميديا. هذا ما انكشف من خلال اعلام قناة العراقية الرياضية بخصوص الموافقة على العقد من جانب نادي الكهرباء. طبعا يا شباب علي جاسم اتفق مع ادارة نادي كومو بكل الجوانب، وحط شرط مهم وهو اللعب بالاولمبياد لمنتخب العراق، وهذا الشيء حلو من علي جاسم. اتفقوا طبعا يا شباب على كل شيء كلاميا بدون توقيع اللاعب حتى اللحظة. اللاعب ما يصير يوقع إلا يخلص الموسم مع القوة الجوية، وهذا الشرط بين نادي الكهرباء والنادي التركي مثل ما تعرفون، وقيمة المخالفة بين الطرفين 200,000 دولار. بس حلو من نادي الكهرباء حاور هواي وأخذ وقت طويل وصعد القيمة للاعب وبالأخير وافق. اللاعب هالفترة راح يفرغ نفسه ويسافر لإيطاليا لأخذ تأشيرة الدخول وأيضا لعمل الفحص الطبي، وإن شاء الله خير وتكتمل على خير بكل النواحي. وايضا انكشفت عدة امور يا شباب بخصوص العقد واللاعب علي جاسم وشلون شافه ومن الوسيط كان بالموضوع. طبعا مدرب نادي كومو اسباني ولاعب منتخب اسبانيا، المهم فشاهد اللاعب وقنع باللاعب وعرف معلومة مدرب العراق كاساس اسباني الجنسية، فاخذ واتصل مباشرة بكاساس للاستفسار عن اللاعب من شخص مقرب ومدرب للاعب. أجاب كاساس بأن اللاعب علي جاسم واحد من أفضل المواهب الشابة على قارة آسيا، واحتمال كبير أن يكون من اللاعبين المهمين لو أحد احتوى اللاعب بالشكل الصحيح. طبعا مدرب كومو من سمع هاي المعلومة أصر على إنهاء العقد بأقرب وقت، وحتى القيمة المادية ارتفعت في سبيل الحصول على توقيع اللاعب. طبعا تحية للمدرب خيساس كاساس، لعب دور مهم جدا بعملية احتراف علي جاسم. طبعا الدوري الايطالي يا شباب قوي، والدليل عندهم قرابة الخمس اندية تلعب بابطال اوروبا وبالدور الاوروبي، يعني دوري قوي، وعلي جاسم ان شاء الله راح يطور من نفسه بهذا الاحتراف. طبعا ننتظر اكمال اخر مباريات نادي القوة الجوية لحسم التوقيع بشكل رسمي مباشرة بعد انتهاء مباريات القوة الجوية بالدور العراقي. طبعا هذا كل ما يخص اخبار احتراف علي جاسم لنادي كومو الايطالي.
وايضا عندنا خبر اخر جميل يا شباب، عودة ميرخاس دوسك لتدريباته الجماعية مع فريقه. طبعا ميرخاس كان مصاب كل هالفترة المرت، وحاليا ميرخاس اليوم باشر باول وحدة تدريبية مع فريقه، طبعا عودة موفقة ان شاء الله. وطبعا عندنا خبر اخر يخص منتخبنا الاولمبي، وصلتنا انباء مهمة بخصوص استعدادات المنتخب الاولمبي. شوف يا حبيبي، منتخب العراق الاولمبي الاسبوع القادم راح يدخل معسكر داخل العراق تحضيرا لاولمبيات باريس. طبعا برنامج شنيش الاستعدادي ما شفنا منه ولا شيء، والايام جاي تعدي بسرعه، البطوله الشهر المقبل واحنا حتى اللحظه قائمه ما ناشرينها. المهم يا شباب، اولمبيات باريس راح تكون بوقت تقريبا جميع الدوريات متوقفه، يقدر شنيش يستغل هاي الفتره باستدعاء افضل لاعبين والدخول بقوه للاولمبيات. كان شنيشل مسوي برنامج استعدادي ومعسكرات ومباريات ودية كثيرة، والاتحاد هو يلح بالشأن إفراغ اللاعبين قبل البطولة بعشر أيام حتى يشاركون بالمعسكرات والمباريات الودية. حتى اللحظة يا شباب ماكو شي يذكر لا استعدادات ولا مباريات ودية، وحتى المباريات الثلاثة وصلتنا أنباء يمكن لغاها راض شنيشل وبقى فقط على مباراة مصر. طبعا عندنا انباء تقول شنيشل الغى جميع المباريات الوديه، هن كان 3 مباريات بس، حاليا شنيشل وصل حد لاقناع بمباراه واحده امام مصر. طبعا ما ندخل بشغله وهو اعرف، واي نتيجه سلبيه يتحاسب عليها واي نتيجه ايجابيه ينشكر عليها، وهذا طبعا واجبه. لازم يرتب وضعه باقرب وقت، الاولمبيات قويه ومجموعتنا ايضا قويه، وان شاء الله يكون منتخبنا الاولمبي واضع بصمه مهمه بالاولمبياد. وعندنا خبر عن مجموعه العراق لبطوله غرب اسيا، منتخب الشباب في المجموعه الثانيه ببطوله الديار العربيه غرب اسيا بالسعوديه 2024. اوقعت قرعه بطوله الديار العربيه غرب اسيا للشباب في السعوديه 2024 منتخبنا الشباب العراقي دون 19 عام في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب لبنان والأردن، إضافة إلى منتخب ألبانيا بصفته ضيف على البطولة، ويشارك في البطولة 12 منتخبا، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وعمان والكويت واليمن، فيما تألفت المجموعة الثالثة من منتخبات سوريا والبحرين والإمارات وباكستان. وتقام منافسات البطولة في ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ونادي عكاظ للفترة من 25 حزيران يونيو الحالي حتى 5 من شهر تموز يوليو المقبل. طبعا بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الشباب. اللي هنا يا شباب ننهي جميع اخبار منتخباتنا الوطنية ولاعبينا. اذا اول مرة شفنا اتمنى تشترك بالقناة وتدعمني باللايك تشجيعا لنستمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو خبر جديد، مع السلامة.